اهلا بيكم يا شباب، اهلا بيكم يا بنات. بنصور فين؟ بنصور من امام النيل. كنا احنا بنصور عند النيل، كنا احنا بنصور في منظر طبيعي جميل له علاقه بالمهمه النهارده. النهضه محتاجه حاجات كتيره جدا، حاجات متنوعه في اجزاء مختلفه من احتياجات البشر. من ضمن احتياجات البشر الاحساس بالجمال، تذوق الجمال احتياج اساسي للنفس البشريه، ربنا خلقها كده. ولذلك هتجد القرآن مليان بآيات جميلة بتتكلم على عظيم خلق الله، على جمال الكون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، تدخل على النفوس البهجة، لأن ربنا خلق الكون كده. لما تشوف وتستمتع سبحان اللي خلق الكون مناسب للطبيعة البشرية، تتأثر بلون المية ويعجبها اللون الأخضر وتفرح بزرقة السماء، هي اتخلقت كده وجعل لها الكون مناسب لفطرتها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، بعد ما فعل كل هذا. ولذلك أنا من أكثر الأحاديث اللي الواحد يتأثر بيها ويحسها وتعجبه ويقول سبحان الله، يا سلام ان في ديننا حديث زي دون، ان الله جميل يحب الجمال. مدننا العربيه وكتير من اجزاء بلادنا العربيه للاسف الشديد اجزاء كتيره منها مفتقده للجمال، نظافه مفتقده وتجميل مفتقد، وهي دي مهمه مجددون النهارده. كل فريق هنختار له شارع من شوارع الخرطوم، مطلوب من كل فريق ينزل ويجمل الشارع دون ويسعى لنظافة الشارع دون. التجديد في المهمة دي ان انتوا مش ممكن تقدروا تنجحوا بايديكم، لان عددكم ما عادش يكفي ان انتوا تنجحوا. مطلوب تفعيل اهل الحي، مطلوب تفعيل كل اللي ساكنين في الشارع دون، ينزلوا وينظفوا معاكوا وكأنها حملة، عشان الناس لما تشوفنا السادة المشاهدين كل واحد يقول وانا هعملها في حيي، عشان يطلع شباب وبنات في كل شوارعنا يقول إن الله جميل يحب الجمال. ما ينفعش الشارع اللي أنا ساكن فيه يكون كده، لازم الشارع بتاعي يكون أجمل من كده وأنظف من كده، تنظيف وتجميل. مطلوب منكم النقطتين دول. طيب بسم الله، أخذنا المهمة الأخيرة في السودان، وإن شاء الله إن شاء الله زي ما دخلنا ثلاثة نطلعها ثلاثة إن شاء الله. زينة أنا ومعاني الميشن مبارح، كنت هي جات هي ليدر وأنا ليدر، فأظن الدور جعلكي أيوة نرجع نعيد من جديد، وإن شاء الله إن شاء الله نشتغل مع بعض ما شاء الله. هاي المشن يعني حلوة مفترض تحكي عن النظافة والترتيب والجمال وهيك، فإن شاء الله أدى وقدود نحن إن شاء الله يا رب بإذن الله. أنا متفائل إن شاء الله. يعني نحن اليوم استلمناها لما نبلش بقى ننزل نشتغل نتحرك بسرعة، لأنه نشتغل على حي بكامله يعني منطقة صغيرة. أول بتخيل أنه أول شيء حنعمله أنه ننزل نعمل مسح للمنطقة، نحكي مع الناس نعرفهم علينا نشوف شو احتياجاتهم على أساسه نتحرك. أول شيء بحس حنتحرك على الجهات الحكومية ناخد الأذونات نشوف هن شو بيقدروا يساعدونا، شو المشاريع المقترحة. بس لازم ترى نلحق يدوب ما عندهم الدوام بيخلص على التنتين، فبتخيل أنه يعني أول نبدأ ننزل أيوه يدوب محلية أو اللي هن الدوائر اللي بتكون عم بتتبع مسؤولة مع الأحياء والشوارع. وغير كده كمان نشوف يعني قبل ما نبتدي نفكر إلا لأن إحنا ما عندناش الفكرة إيه الشارع خلاص، يعني نعرف ما قلت ننزل بالأول بننزل نجرد الشارع ونتحرك. يلا بينا تمام توكلنا على الله. يلا جماعة ها إيش رأيك في المهمة اليوم؟ أنا بالنسبة لي شايفها واضحة جدا جدا. جميلة صح؟ واضحة ما يحتاج يعني تفكير كثير. طيب القائد كيف؟ عايز تبقى قائد؟ لا على اثنين؟ يعني نعمل قائد ايش؟ على اثنين نعمل فوتنج. لا بس قائد على اثنين؟ نعمل فوتنج. طيب كم واحد يشارك بالفوتنج؟ كل انا وانت. والله انت ترشح نفسك انا اقول لا، وانا ترشح نفسك اقول لا. بعد اروح البرلمان. طيب فوتنج كيف قصدك؟ نكتب و الفوتنج كده نعمل قرعه. طيب يا سيدي دي يا عم ماشي؟ حطها كده. لو طلعت في ايدي المظبوطه ماشي؟ انت القائد. ماشي؟ طيب عليك انت. ايه؟ قاعد عليك انت بس. ايوه عليك. ما في حد ثاني. طيب. ايه
تحفظ انت والله. هذه انتقاد يا بيتش. اقعد يا حبيبي. انتقاد. اسمع الكلام. انتقاد. اسمع يا سيدي. نبغانا نعمل يعني برين ستورمينج المهمة كيف حتمشي. وتحول نفسك على السايلنت وفايبريشن. ما تفتح فمك انا اقول لك ايش بالضبط يحصل. ونمشي في الموضوع. لا كده معاملة طيب خلاص اوكي تمام. خلاص نبدا نتكلم عن المعايير عشان نعرف احنا رايحين وين. افكار مجددة. تمام. افكار جديدة. حلو. ولازم تجميل المكان طبعا. طيب. تحسين البيئة. تحسين المكان. هذا المعيار الثاني. المعيار الثالث الاستمرارية. ضمان الاستمرارية في المشاريع اللي نعملها في الشارع. ضمان الاستمرارية في المشاريع. في شيء رابع؟ ممكن نقول مشاركة رجال الأعمال. أو مشاركة تفاعل أهل الحي. ما رأيك هذا؟ تفاعل أهل الحي. معناته نحن في المضلع هذا الأربعة شغلنا. بس انت في قلت ايه؟ تحسين ايه؟ تحسين مكان. تحسين مكان. نظافة وصحية. صحية. لا خلاص. انت الحين هتقعد مع نفسك شوية. هتقعد مع نفسك شوية. وترسل لكل الافكار اللي في راسك برواقة. وانا افكر في اشياء. بعدين نرجع الميتنج الثاني. نقعد مع بعض. نرسل الافكار اللي عندنا. بعدين نختار الاولوية. بعدين نفرز منها الاشياء المهمة نعملها. بعدين نتوكل. حلو الكلام؟ ماشي. نجيب الجرافة والشطول. طيب يضبط لنا المنظر عشان يقول لنا كيف الدهانات تجميل الأشياء اللي نعملها. يعين عليك مزبوط. يعني وكمان من دهان. دهانات. طيب شوف الكهرباء كيف منظر الكهرباء شوف الدهانات. وهي دول شو اسمهم اللي محطوطين على جنب. شوف شو وضعهم. ايه صار لحظة. شو صار معك انت بالمديرية؟ ايه اوكي. الحوض. الحوض دي بتاعت المية. تصف المية. تمام؟ عايزين نعملها كراسات. اوكي؟ الحيطان. هنتكلم بجد. الحيطان ده كلها تتلون. بقيمة هنجيب كل اسم كله فيلم جميلة. القفص ده معمول عشان الغنم. ما تدخلش ال... ما اختلفناش بس ما هذا توقع يطاح من ايش لازم نعرف ليش وهو ضعيف صناعته ولا ايش القصة. ضعيف صناعته. هنجيب جديد. السلام عليكم. نحن اليوم حابين يعني نجمل الحارة هذه. حارتكم. سكنكم. بيتكم. نريد نخلي المكان هذا من أجمل الأماكن الموجودة. فنحن حابين نحدد موعد يعني نتلاقى فيه كلنا من المكان هنا لآخر الشارع. كم بيت هنا فيه؟ عندنا 8 بيوت. 8 بيوت. يعني طيب عوائل كم عدد العوائل اللي فيه يعني؟ يعني أسر كلها ما تتكون من 5-6 أشخاص مثلا؟ نعم أسر متوسطة. طيب هنا أصلا هي ماسورة مكسورة هنا. هذا هو سبب تجمع الموية. وحاولوا أهل الحي إنهم يكلموا مسؤولين لكن ما حد كان يرد عليهم. الكهرباء متوفرة في كل بيت بس ما هي موجودة في الشارع العام وفي الحي العام. وإيش كمان عنده مشكلة؟ في موية في كل بيت برضو. يعني هي مشكلة أساسية في الحي من جوا وفي المباني من برا. كيفك ايش اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ايش اسمك؟ سلمى رجاء. رجاء كيفك اخت رجاء؟ احنا جايين بدنا نحاول ان يعني بمساعدتكم ان نظبط الشارع هون. احنا عايزين والله كذا جد. طيب خلص يعني ممكن يكون في مشاركة بيننا وبينكم؟ والله جدا. تمام نحن بدنا نحاول انه ننظفه ونشوف شو في اشياء بدها ترميم. أيوة. واذا في اشياء بدها دهان. هلا انت بس خبرينا شو بتحسوا في مشاكل هون بالحي يمكن احنا عشان ما شايفينه. عندنا مشاكل. اول هام الحاجه اللي بنعاني منها شديد الحمامات عامله لنا اشكاليه في الباعوض. بعوض كمية من البعوض شديدة. الحمامات طبعا تعبانة شديد بصراحة. اللي جوا البيت؟ ايوه الحمامات اللي جوا البيت طبعا عاملينها
حمامات زي المصاص برا يعني تصريف. ايوه تصريف خارجي. ايوه كده بلوعات مفتوحه يعني. ايوه مفتوحه يعني شنو بالذات البيوت بتاعت العساكر يعني ما الناس الرطبه، الناس الرطبه حماماتهم بجد ممتازه. الناس الايه؟ رطبه. ايوه نحن ما كنا بنعمل بيوت العساكر بس هم تعبانه. طيب تمام، هذه البيوت وايش في كمان؟ والشوارع طبعا في الخريف بتمسك كميه ما في تصريف. من نفس الحي ما في تصريف في المويه اذا نزلت مطر. ما في تصريف والله. ايوه والله شفتي بنعاني شديد من الحته. طيب هو افضل وقت نلم فيه الحاره كلها مع بعض؟ لا اليوم متى؟ يعني كان افضل وقت. العصر. بعد الساعه كم؟ بعد الساعه 5. ايه اهم حاجه نعملها لكم؟ هفترض ان احنا ممكن نتمنى ونحلم. ايه اهم حاجه في الشارع ممكن نعملها؟ المصاصات اول حاجه. المصاصات من المياه دي يعني تمتص المياه البلاعات. مصاصات اهم حاجه. مصاصات ايوه تمتص مياه البلاعات. انا عايز اعرف بس البلاعه دي الميه بتفضل فيها كده كده ان احنا ندلق على الشارع يعني يا ريت يكون في مصاص تمتص تحت الارض يعني مثلا كل 4 بيوت يدعمل لها مصاص الحمام يتوصل عبر المصاص. بس انا يحتاج شغل كثير صح؟ يعني خلص هيخلص في يوم يومين؟ لا يوم يومين ما بيخلص. يحتاج وقت يعني يحتاج وقت حفر ثانيات وحفر. طيب نحن رح نعمل حاجه على قدنا لمده يومين او 3 حاجات العمليه السريعه اللي ممكن نعملها. نشيل الانقاض نشيل الاوساخ. ايوه نجيب عربيه ترفع الاوساخ دي. طيب كل بيت قدامه زي حمام كده بره صح؟ ايوه وتحتيه زي غرفه فيها الميه تشطف الميه بعربيه غرفه تفتيش. ايوه صح كده. أيوة. وبتيجي عربيه. لا 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 بالنسبه للحمامات ايوه للمرحات للمرحات في عربيه تيجي تشفط. أيوة. صح كده. طيب لكن انت شيء انا مش عارف انا شايف منظره كده مفتوح في طريقه مثلا في طريقه ثانيه غير كده يعني تتغطى مثلا تتغطى او حاجه مثلا الصغر. ايوه بس هي انت ممكن ماخذه من ناحيه سلامه الاطفال ممكن. لكن لما تتغطى ريحتها بتكون يعني مكتمة. ايوه بتتكتم ريحتها ولما يجوا يشفوا طيب هنا برضو هيبقى طيب. في صعوبه في أيوة تشيل الغطاء. ايوه تشيل الغطاء وتجي تسافر في الشارع ريحتها بتكون يعني طيب مثلا لو كان في غطاء مشبك ممكن كده ده ممكن يعني سلامة الطفل ده ممكن يعني بيدي الريحة يعني الرائحة ما تكون نفاذة وفي نفس الوقت في سلامة في سلامة صح ولا لا؟ بس ده صغير في أحواض كبيرة زي كده صح؟ لا دي أساسا دي تصريف المطر المطر ده ما تصريف يعني ما بتيجي هنا هاي. طيب حاجة ثانية قلنا حنشيل الحاجات نصلح ونشوف الغطاء بتاعنا. طيب الشجر كيف؟ الشجر كيف وضعوه؟ يلا الشجر بيمو بسرعة يعني لكن وتشجر كله. الشجر كيف؟ نعم الشجر كيف وضعه عندكم انتم؟ يلا عين بس مثلا يعني انا شايف حدائق كثيرة هنا مرمية وطايرة. يلا دي مرمية اساسا يلا الناس ما يهتموا بها. انت لما تعمل توعية يعني لناس الحي هذا انا تعمل لهم كمل. توعية كمل. يعني انت تعمل لهم توعية في حتة طيب زي دي في من الاوساخ. طيب العربية على فكرة يعني عربية البلدية بتجي في الاسبوع مرتين بتاخذ النفايات يعني بس الناس ما مهتمين يعني ما في توعية بس فالناس محتاجة تتوعى. ايوه على على يعني حملة ننظف فيها يعني حارتنا ونغيروا حاجات ويظل مستمر. ايوه ايوه معلش يا جماعة هو ايه ده؟ ايه ده؟ حيطة وقعت. دي حيطة وقعت يعني المفروض نكملها صح؟ ايوه وقعت بس شباب في شباب هنا في الثمان بيوت هذول؟ كثير شباب ومتحمسين جدا جدا يعني وبيساعدوكم يعني الشباب محتاجين شباب نحن حتى المساء انت فترة الاجتماع نحن ذاتنا الابهات وذات تكونوا موجودين انا اريد الابهات والامهات والشباب والاطفال كلهم كلهم معاكم ويلا حتى الشباب هنا شباب نشيطين جدا يعني بيساعدوكم وهم كل الامل اصلا في الموضوع هذا. ايوه الشباب طيب حاجات ثانيه تذكروا معنا عشان اذا في حاجه نقدر نعملها سريع نعمل اتصالات ونعمل اشياء قبل ما نوصل سريع يلا في يعني في كثير يعني اشوف الاوقات كذا طبعا عندي سؤال على السقف بتاع المنازل